نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه. يمثل برنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي يستمد قوته من السياسات والبرامج التي تخدم الوطن وتهم المواطن، التوجهات الاستراتيجية للحكومة وما تضمه من أولويات ومشاريع يتم تنفيذها على أساس الشفافية في توضيح التحديات والواقعية في وضع الحلول العملية التي تناسب إمكانيات المملكة بما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وفي عام 2012 تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالتصديق على التعديلات الدستورية بمنح المجلس النيابي الصلاحيات في دراسة برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه لمنحه الثقة. وفور إقرار مجلس النواب وجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى المضي في الخطط التنفيذية بإشراف من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في متابعة البرنامج وتوفير الدعم المطلوب لكافة الجهات. ففي المحور السيادي استطاعت الحكومة تعزيز حفظ الأمن العام والاستقرار في المملكة ورفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث، إلى جانب العمل على إصدار القوانين والتشريعات بالتعاون مع السلطة التشريعية منذ البدء في برنامج عمل الحكومة. هناك كثير من التشريعات التي صدرت أيضاً إنفاذاً لبرنامج عمل الحكومة. إذا كنا نتكلم عن التعديل الذي يجرى الآن على قانون محكمة التمييز فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات أمام محكمة التنفيذ فيما يتعلق بقضايا الأسرة، نتكلم عن العقوبات البديلة وكيف أن كان لها أثر كبير في أن تكون هناك نظرة جديدة للعدالة تتوائم فيها فكرة الإصلاح مع فكرة العقوبة. ويمكن أهم شيء في ذلك حدث في خلال 4 سنوات الماضية هو التحول الكامل إلكترونياً في محاكم التنفيذ. الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع استطعنا إنجاز 28 قانون مع السلطة التشريعية، في حين في الدورين الأول والثاني كان نفس العدد 28 في دورين و28 في دور واحد فقط. هذا أيضا يظهر مدى نتائج التعاون مع السلطة التشريعية، وطبعا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عمل السلطتين يصب في مصلحة المواطن والوطن أولا وأخيرا. وعملت الحكومة على تعزيز البيئة الاقتصادية التي ترتكز على تحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية بأبعادها المختلفة في المحور الاقتصادي والمالي، عن طريق مواصلة بناء بيئة الأعمال والتجارة نحو اقتصاد قوي ومتكامل يجعل البحرين مركزاً مهماً لريادة الأعمال. وفي محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية حرصت الحكومة على تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطن بجودة عالية، حيث عملت الحكومة في مجال التعليم على تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية إيماناً بأهميته ودوره في خلق العقول وصقل المواهب في بيئة حاضنة للإبداع والمنافسة. استطاعت وزارة التربية والتعليم بدعم من قيادتنا الحكيمة يحفظها الله ويرعاها أن تنفذ ما التزمت به من إنشاء مدارس حديثة. كان هناك التزام بعشر مدارس، أننا الحمد وصلنا إلى 9 مدارس، ونحن مستمرين في تقديم الخدمات الأخرى في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل. هذا المشروع يقوم على تأهيل المدارس، تزويدها بالخدمات الإلكترونية من لوحات ذكية أو مختبرات أو فصول إلكترونية، ونحن في متابعة مستمرة حتى تبقى مملكة البحرين على ريادتها في هذا الجانب. وفي مجال الصحة قامت الحكومة بجهود متواصلة لتعزيز المستوى الصحي وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي حاجة الأفراد بمختلف متطلباتهم، لتواصل بذلك تقدمها في مجال تطوير الخدمات الصحية ليصل إلى مستويات متقدمة. تمكنت الوزارة من خلال هذه الفترة من استكمال تطبيقات نظام آي صحة، وهو من النظم المتقدمة والمتطورة في خدمات الرعاية الأولية والخدمات الثانوية. والاستدامة طبعاً الخدمات الصحية لابد من التطرق إلى المشروع الضمان الصحي الذي يعمل عليه مجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع كافة الأطراف، وهذا المشروع هو هدفه لتحسين خدمات
الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وتنفيذاً للأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، وفرت ما يقارب 25,000 وحدة سكنية. شرعت وزارة الإسكان بتنفيذ 5 مدن في وقت واحد: المدينة الشمالية، مدينة شرق الحب، مدينة خليفة، ضاحية الرملي، ومدينة شرق سترة. كما استطاعت وزارة الإسكان أن تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص ما يزيد عن 5,600 وحدة سكنية. وأيضاً استطعنا من خلال برنامج مزايا أن نسكن أكثر من 2,600 مواطن. وفي محور البيئة والتنمية الحضرية، فقد عملت الحكومة الموقرة على الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية من خلال تنفيذ أعمال وحدة الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة، كما تم العمل على تطوير وسائل المحافظة على البيئة والحفاظ على الأنواع والسلالات والأصناف ذات الأهمية. من ضمن أهم الإنجازات اللي عمل عليها المجلس الأعلى للبيئة من خلال برنامج عمل الحالي، كان إنشاء مختبر وطني لقياس المواد المنشعة، كان تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، كان تحديث المقاييس البيئية، إعداد استراتيجية لجودة الهواء، وكذلك المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية للمخلفات. وفي محور البنية التحتية، عملت الحكومة على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية ذات المعايير العالمية لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين، كمشاريع تطوير الطرق والشوارع الرئيسية وتوسعة مطار البحرين الدولي. وحرصت الحكومة على رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي وإنتاجية القطاع العام من خلال رسم خطة لتطوير أداء موظف الخدمة المدنية من خلال تقديم برامج خاصة لرفع مستوى القيادات التنفيذية. وانطلاقاً من مخرجات الملتقى الحكومي 2017 بأهمية إشراك الجميع في صياغة توجهات وتطلعات الحكومة وليكون التكامل الحكومي في أبهى صوره، تم عقد ورش عمل لمناقشة التطلعات المستقبلية حول المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 بعزم وإصرار على تحقيق معدلات إنجاز أكبر. عمل حكومي متقن، قياس للأداء وتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة وجهود أخرى كبيرة كانت سبباً في نجاح الحكومة في تحقيق الإنجازات المنشودة من برنامج عمل الحكومة 2015-2018، لتسجل البحرين بذلك خطوة جديدة في مسيرة التطوير والبناء في جميع المجالات.